هانز فلوريان زيمر، واحد من العباقرة اللي بيعرفوك ان الموسيقى قبل ما تكون دراسة هي موهبة في الاساس، وما ينفعش ابدا تكون بتحب الموسيقى وما تعرفش العبقري ده. هانز فلوريان زيمر، او كما هو معروف متداول هانز زيمر، ممكن تكون سمعت الاسم ده في اي عمل فني ضخم من انتاجات هوليوود مر على ودانك بشكل او باخر، لكن هو مؤلف وملحن موسيقي من كبار المؤلفين من اصول المانيه. تولد في 1957 لاب مهندس ومبتكر ومطور نما في روح التطوير والابداع، والام بتحب الموسيقى فزرعت فيه الشغف تجاه الموسيقى، لكن الامور شويه ما مشيتش كما هو متوقع للام. بالفعل هانز زيمر ابتدى انه ياخد دروس البيانو المعتاده التقليديه، لكن ما لقاش نفسه فيها، وهنا حصلت المشكله ان هو توقف عن دروس البيانو تماما ودروس الموسيقى تماما، فهو اخذها وقت قصير جدا، وبعد كده باقي الكارير بتاعه تماما بعيدا عن دراسه الموسيقى. عشان كده بنقول لك ان هانز زيمر واحد من القليلين اللي بيقولوا لك ان الموسيقى قبل ما تكون دراسه هي موهبه في الاساس. هانز زيمر كان متوقع انه لما هيبتدي دروس البيانو انه هيلاقي حد بيعلمه ازاي يبتكر ويبدع ويطلع الموسيقى اللي في دماغه، لكن فوجئ ان الموضوع شويه تقليدي، شويه في جانب التزام كبير، كلاسيكي كبير كده، فما يعني ما توفقش معاه وما جاش معاه سكه، فقرر انه يوقف الدروس دي تماما. لكن ظل بيلعب مزيكا وبيلعب بيانو وكمان بيلعب جيتار، هو بيلعب اكتر من آلة، فهو ظل يلعب الآلات اللي هو بيحبها بس بعيدا عن الدراسة. في 1970 ابتدى ان يكون بيلعب موسيقى مع فرق غنائية وفرق موسيقية، اكتر من فريق، ابتدى يعمل موسيقى لإعلانات تجارية بحيث يكسب منها، لحد ما كانت نقطة التحول في حياة هانز زيمر في 1988 مع فيلم رين مان اللي حقق نجاح كبير جدا جدا جدا، واكتسب هانز زيمر وقتها شهرة رهيبة في هوليوود، وفي انه يكون بيألف موسيقى الافلام الضخمة باعمال انتاجية كبيرة. وبالفعل ابتدت تتوالى الاعمال على هانز زيمر، اعمال فنية كبيرة، عمل ذا لاين كينج، عمل ميشن امبوسيبل 2، عمل الثلاثية بتاعت باتمان، عمل ذا جلاديتور، عمل كمان شيرلوك هولمز. واللي هنا حابب احكي لك قصه طريفه عن الفيلم ده شويه. هانز زيمر هو بيعمل موسيقى الفيلم شيرلوك هولمز، المنتجين عن العمل ما كانوش راضيين بالموسيقى اللي قدمها هانز في العمل ده، فبعد ما سمعوا الموسيقى بعد ما خلصها بياخد رايهم، قالوا له ده مش مناسب. واللي شاف الفيلم هيكون عارف انا بتكلم عليه، هتلاقي ان فيه اوقات كتير جدا المشهد حماسي جدا واكشن وحركه، وهتلاقي ان الموسيقى اللي لعبها هانز هي موسيقى كلاسيكيه هاديه تماما، فالمنتجين حسوا ان ده لا يتماشى مع الفيلم او ده هيكون سبب لفشل الفيلم بشكل كبير، لحد ما هانز زيمر قال لهم انا بقترح عليكم ان احنا نعرض الفيلم عرض خاص لمجموعه صغيره ونشوف اراء الجمهور. وبالفعل عملوا كده، وفي عرض خاص قدموا الفيلم بالموسيقى اللي كان عاملها هانز زيمر، ولقيوا ردود الفعل جميلة جدا 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 على الموسيقى بتاعت هانز. المنتجين ما كانوش متخيلين ده. بعد العرض ما خلص هانز زيمر سألهم لو حابين نغير الموسيقى ويعمل موسيقى من أول وجديد تتناسب أكتر لرؤيتهم، لقاهم بيقولوا له لا كده احنا مبسوطين، لان ردود الفعل كانت ايجابيه بشكل كبير جدا. وده شويه بيخلي هانز زيمر في فئه مختلفه بتعمل حاجات غير تقليديه، مش شرط دايما اللي في خيالك هو اللي انت هتسمعه، لا هو هيسمعك حاجه شويه مختلفه وحاجه شويه بره الصندوق. كمان عمل افلام زي Son of God، Inferno، لما كان بيجتمع مع كريستوفر نولان في اعمال فنيه كان بيبقى اعمال ملحميه عظيمه جدا، عمل Interstellar، Inception، Dunkirk، افلام في منتهى الجمال وغيره كتير. كمان هو اللي عمل الموسيقى بتاعت مان اوف ستيل، عمل باتمان فيرسس سوبرمان، وبعدها هانز زيمر قرر انه ما يعملش موسيقى لافلام السوبر هيرو تاني، التجربه ما كانتش مرضية لي أو مشبعة لي فنيا. آخر حاجة عملها هانز زيمر كانت فيلم دون اللي حقق نجاح كبير جدا، واللي هتسمع فيه موسيقى من عالم آخر، كواكب أخرى،
أشجعك تشوف الأعمال دي وتسمع الموسيقى بتاعت هانز زيمر في كل الأعمال اللي احنا طرحناها، لأن هي أفلام تستحق وموسيقى هتكون بتاخدك لعالم تاني وهتسمع حاجة مختلفة. ما ينفعش يكون التاريخ الكبير ده بدون جوائز وبدون إنجازات، لأن هانز زيمر من أكتر الموسيقيين اللي اترشحوا الجوائز واللي أخدوا جوائز في مسيرتهم بالكامل. هانز زيمر اترشح ل 248 جائزة وأخد 122 جائزة، كسب 122 جائزة وترشح ل 248 جائزة، فلك أن تتخيل الأرقام. هانز زيمر حصل على جائزة الأوسكار عن فيلم The Lion King، حصل على الجولدن جلوب عن The Gladiator، حصل على الجرامي عن The Dark Knight، كمان أخذ أفضل مؤلف موسيقي لسنة 2013، وكمان اتكتب اسمه في نجمة من النجمات اللي موجودة فوق الفيم في هوليوود. احنا هنا بنتكلم عن موسيقي عبقري هتحب تسمع له بكل تأكيد، لأنه بيعمل توليفة خاصة في الموسيقى بتاعته بين الموسيقى الكلاسيكية الأوركسترالية على الموسيقى الحديثة والألات المتطورة، بيعمل ميكس كده جميل جداً. لو انت متعرفش هانز زيمر اشجعك جدا ان انت تبحث عنه، تسمع المقطوعات بتاعته، تسمع الاعمال الفنية اللي عملها، هتحس بحاجة ملحمية ما سمعتش زيها قبل كده، واصوات من عوالم اخرى، فاشجعك تسمعه. حاجة اخيرة قبل ما انسى، هانز زيمر من اكبر انجازاته انه ليه صورة عندي في الاستوديو.